بدنا نحكي عن الفن الملتزم، عن الشعر والأدب الملتزم. من شوي اجاني على الواتساب قصيدة شعر تعبر عن واقع الحال، فيها من البلاغة ما فيها، لأنها توصف الحال على أدق ما يكون. فخلينا نعرف ما هو الشعر الملتزم وخلينا نسمع. يسعد مساك يا ابو علي طبيخ، يا اخي ابراهيم، يسعد مسا الجميع. انا بالقران لو بعرف احكي على شو اسمه هذا الفيسبوك، ابعرفش ابعت فيديو على الفيسبوك. هلا امسيه بيعرف على هاي الموقع، ببعت صوت على هيدا الموقع. اللي بيعرف منكم الصوت اللي بعته يبعته على الفيسبوك، انا مش فارق معي من حدا. خرع لو من أدخن واحد لأصغر واحد، وبالأخص جماعتنا. نحن الجوع منين جينا؟ جينا من جماعتنا. البدل ما يشوفوا أش بدنا نحن وأش عايزين من إدوية ومن تدفئة، راحوا يدفعوا لأهل شوية اللي إجوا كسروا الراجمة عروسون، وراحوا ودوا لبشري. لك يا خيي بالأول لك أبو طالب بولى الإمام علي وقت راح أبرهة يهدم الكعبة، قالوا له توجه أبرهة على رأس جيش كبير لهدم الكعبة يا أبو طالب، قال له أنا رب إبلي وللكعبة رب يحميها. لك أنا عم بحكي على جماعتنا، أنا ما إلي عليها لا برئيس الجمهورية كس اخت الخلا واخو منيوكي، ولا برئيس مجلس النواب. لك عم بحكي على جماعتنا يا عمي. لك شو بهم؟ شو مانن شايفين شو عم يصير؟ شو هالمنطق هيد يعني؟ شو هالمنطق هيد؟ مانن شايفين شو عم يصير؟ لا في دواء، لا في حليب، لا في طبابي، لا في مصاري، لا في تدفئه. يا عم شو بكون؟ يا عم شو بكون؟ يا عم حي الله الدولة تجي تتبنينا يا عم وتطعمينا، بس اطفال رح تموت من بين داين اهلا من الجو. شو هالحالة هاي اللي وصلنا لها يا عمي؟ والله وقال قال السيد بده يسيهم بمليون ليرة. خي بليها هالمسيهمة، بليها. شو هالمنطق هيدا تسيهم بمليون ليرة؟ والمليونين ونص البقايا منين بروح بجيبه؟ منين بدي جيبه من مليونين ونص؟ إذا حقوا بالسوق 3 ملايين ونص وأنت ساهمت بمليون، والمليونين ونص، لك يا خي ما بسببك أنا مت الجو، بدك غير هيك احكي كمان؟ ما تطلعوا شوي بالله، دجاجة بتشرب وبتطلع لالله. أبش بدي تحرير ولا بقى بدي أوطان، ما الأوطان بدها تتحرر بدها ناس تكون مسكونة فيها، بدها تكون في مواطنين سكنين بالأوطان. شو بدي بتحرير الوطن إذا بده يموت الشعب كله سوي؟ عمره ما يتحرر. Bye.